بيت بالسجن سهران كم سهرنا وذبنا المر طول الليالي داخل السجن. أنا يا رب ضايق وتعبان والحكومة تغلق ما تجاوب سؤالي. لجل فايز أخي بكتب قصيدي بالألحان توصل عبر واتساب في خلال اتصالي. قصتي يا أخي قصة حزينة بالأزمان حكم شيخ حكمني بالسنين الطوالي. قصيدة كلمات السجين مجاهد علي ناصر شبع من أبناء محافظة ريما سجين بالسعودية في جيزان. القصيدة بعنوان من فراق العيال القلب يشعل بنيران. هي ترى الأخ أبو أسامة الحدادي وفاضل المرفدي يلقي على مسامعكم الشعر فايز أبو شمس وشاركنا بعصر العود أبو خل عبد الرحمن. بسألك وأطلبك يا رب جاوب سؤالي. رب فرج همومي بعد ضيقي ولا حزان وفرغ الصبر في قلبي أنا ضاق حالي. ليلة البارحة أمسيت بالسجن سهران كم سهرنا وذبنا المر طول الليالي. كم سهرنا وذقنا المر طول الليالي داخل السجن. أنا يا رب ضايق وتعبان والحكومة تغلق ما تجاوب سؤالي. لجل فايز أخي بكتب قصيدي بلا لحن توصل عبر واتساب في خلال اتصالي. قصتي يا أخي قصة حزينة بلا زمان حكم شيء حكمني بسنين الطوالي. قد حكمني بخمس سنين في شهر شعبان ما رحمني ولا بالحكم حقه عفاني. شوف مجاهد أخوك في السجن يبكي بلا عيان ليت والله وتعلم يا أخي كيف حالي. لي سنة واربع شهر في وسط سجن جيزان أحسب اليوم ساعات والدقائق ثواني. شل هذا الرسالة وصله إلى بلادي. شل هذا الرسالة وعبها كل إنسان. شلها يا رسولي وعبها للأهالي. لا أتاه القدر وتقلبه في العوالي. ما توقف لسواقها ولا ترحم إنسان لو تكون ماشية حتى بقاع الرمالي. ضاق صدري تفجر واشعل الأرض بركان والشموس اغربت بنورها من قبالي. من فراق العيال القلب يشعل بنيران ذاب قلبي تحطم في محبة عيالي. من فراق
وشنان والبوارق بتتلامع يمين وشمالي واصبحت شاربه والارض خضراء بالاغصان والسحايب بتجري فوق رؤوس الجبال. صلي يا سامعي واذكر محمد بالحسان من يصلي عليك يحظى برزق الحلالي.